في عام 2021 كشفت وسائل إعلام محلية أن الممثلين التركيان إردام وميراي أكاي عقدا قرانهما بعد علاقة بدأت خلال تصوير مسلسل الحد. تزوجت الممثلة التركية هاندا سورال من الممثل إسماعيل ديميرجي في شهر أكتوبر من عام 2017 بعد سنتين ونصف من الخطوبة. وفي شهر مايو من عام 2022 رزق الزوجان بمولودهما الأول، اختار له من الأسماء اسم علي. الممثل جوركيم ربطته قصة حب قوية مع لاعبة كرة السلة كبرى سيه ديمير، تكللت بالزواج في بداية عام 2021، وقد تم هذا الزواج سرا بحضور العائلة فقط. وفي شهر أكتوبر من نفس العام رزق الثنائي بابنهما الوحيد. الممثل بوراك ربطته علاقة عاطفية لفترة من الوقت بالممثلة بيران داملا يلماز، وكان الثنائي قد تعرف في كواليس تصوير مسلسل الأزهار الحزينة الذي جمعهما سنة 2018. كانت إليدا على علاقة عاطفية مع الممثل التركي سيركاي توتونغو، وذلك بعد مشاركتهما معا في بطولة مسلسل البراءة، إلا أنهما انفصلا بعد فترة وجيزة. الممثل إمير متزوج منذ شهر أكتوبر من عام 2022 بفتاة بعيدة عن الوسط الفني تدعى إيجا. تزوجت كونجا في 16 من يونيو عام 1998 بالممثل المسرحي إنجين هيزارسي. الممثل التركي أحمد متزوج من امرأة تدعى شيرين سيفينش منذ شهر أغسطس من عام 2009، وهي ابنة المسرحي التركي الراحل ممتاز، وللثنائي ابنة وحيدة تدعى آية. تزوجت الممثلة بونجيك في عام 2013 بالفنان فتحي كانتارجي، وللزوجين ابن واحد.